طيب، الرئيس أردوغان يقول بأنه ينتظر ليرى من يدعم خطوات أنقرة المشروعة بهذه العملية العسكرية، كيف ترى هذا التصريح؟ نعم، تصريح السيد أردوغان هو تصريح إيجابي جدا، والسيد أردوغان حقيقة كان قد صرح أكثر من مرة منذ عام 2012 وحتى اليوم من أجل تحقيق المنطقة الآمنة في شمال سوريا، من أجل عودة اللاجئين والنازحين، من أجل سلامة هذه المنطقة، من أجل حماية الشعب السوري من القتل، كذلك من أجل حماية النازحين الذين نزحوا من وسط سوريا ومن جنوب سوريا إلى هذه المناطق. ولكن لا حياة لمن تنادي، وخاصة لدى الدول الكبرى والتي هي ساهمت في استباحة الشعب السوري، في قتل الشعب السوري، في تدمير سوريا. ولو كانت إرادة أردوغان محققة على أرض الواقع لما شاهدنا هذا العدد الكبير والكم الهائل من الذين قتلوا من الأطفال والنساء والشيوخ، كذلك لما استطاعت هذه الميليشيات الإرهابية من التواجد في منطقة الجزيرة والفرات. ولذلك نحن نتمنى من الأمم المتحدة، من التحالف الدولي، من الجامعة العربية، من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، بأن يقفوا مع السيد أردوغان، بأن يقفوا مع تركيا من أجل حماية الشعب السوري، من أجل حماية سوريا، من أجل تنظيف سوريا من العصابات الإرهابية، وكذلك من المرتزقة الذين تم جلبهم من كافة أنحاء العالم وزرعهم في منطقة الجزيرة والفرات تحت مسمى جيش سوريا الديمقراطية، وسوريا براء منه والديمقراطية براء منه.